يعني هقتصر التعليق على وزير التجارة والصناعة وأقول إن إحنا لما اتكلمنا على الخطين اللي إحنا اتكلمنا فيهم في اللقاء اللي فات وقلنا إن إحنا عايزين نكون إيراداتنا على الأقل تساوي مصروفاتنا يعني، كان جزء كبير منها كان الصناعة، وموضوع الصناعة والاهتمام به خد نقاش كتير. يعني كان يتقال لي يعني الأولويات كانت إن إحنا نبدأ بالقطاع الصناعي ده من الأول خالص، وده كلام من حيث الأهمية صحيح، لكن هل يا ترى كان الدولة وبنيتها الأساسية جاهزة إنها تعمل ده ولا لأ؟ يعني هل النهاردة كان عندنا الطاقة سواء كان طاقة الغاز أو الطاقة الكهربائية متاحة للمشروعات ممكن دلوقتي بقت ممكن إنها تنطلق دلوقتي؟ أنا بقول إن في الوقت ده في الأول 14 و15 ما كانتش جاهزة، وبالتالي كان المفروض إن إحنا نجهز الدولة كبنية أساسية لإطلاق تنمية صناعية. إحنا هي دي الأمل بالنسبة لنا، هي دي الأمل بالنسبة لنا. 150 القائمة اللي قال عليهم السيد وزير التجارة والصناعة اللي بيقول عليهم دول، إحنا قلنا إيه؟ إن 150 دول إحنا مش محتاجين دراسات جدوى فيهم خالص، ومستعدين نقدم حوافز أكتر كمان من اللي إحنا أعلناهم دول، لأن هم في النهاية ممكن يوفروا لنا في فاتورتنا بالدولار 25 مليار، مش كده يا دكتور؟ 25 مليار دولار. لما يوفروا لنا 25 مليار دولار يبقى أنا طب أنا لو أنا قدرت في ال 150 في القائمة اللي فيها 150 إن أنا أجذب القطاع الخاص إنه يشتغل فيها سواء كان القطاع الخاص مصري أو أجنبي حتى، طب ده هيعمل إيه؟ أول حاجة هيعمل هيخفض لي الفاتورة والضغط على الدولار هيقل. يعني ما هو برضو الموضوع مش ما أنا إنفاقي بالدولار عبء علي، الإنفاق بالدولار عبء علي ليه؟ أنا مثلا بجيب مشتقات بترولية بالدولار ببيعها بإيه؟ ببيعها بالجنيه. بجيب مستلزمات إنتاج، بجيب مواد غذائية بجيبها بإيه؟ بجيبها بالدولار وببيعها بالجنيه. إذن أنا لازم يكون عندي رقم دولار أحطه ومش مستني إنه يرجع لي تاني. عشان ده يحصل يبقى أنا عايز أقول إيراداتي من الدولار تساوي إنفاقي بالدولار أو يزيد.